بحضراتكم من جديد. يعني خساره غير متوقعه بالمره للنادي الاهلي، هدف مقابل لا شيء. نادي المقاولين مبروك، نادي المقاولين مش عارف اقول بصراحه. النادي الاهلي شوط اول ما كانش موجود فيه، نادي الاهلي كان تيشيرت بس مع نادي المقاولين ما كانش فيه كوره. شوط ثاني الاهلي بدا يطلع كنادي اهلي وبدا يبقى فيه حاله ايجابيه، كنا قريبين جدا للجون، لكن برده ما فيش كان فعاليه هجوميه تحس ان احنا مش هنجيب جون. لكن كان وصلنا وبدانا نلعب كوره وخلاص، وبدانا نقول خلاص الاهلي شكله رجع الاهلي تاني. جه فينا جون غريب جدا جدا جدا، غلطه دفاعيه قاتله. كنت بتكلم مع ضيوف الكرام عن الاخطاء الدفاعيه، خلينا نجيبه بالتفصيل. يعني حاجه بصراحه، خلينا سمينا نتكلم على الهدف بالتفصيل. مش ممكن، يعني جون مش ممكن ما يدخلش في اتنين دوليين، كوليبالي وسعد سمير، فجوه بينهم كبيره جدا. كوليبالي حتى بيغطي او بيقابل احمد علي، بيوصله لل 18 عشان يجيب جون، مش عارف بيقابله. حتى لما جه يقابله المفروض يقابله من عمق الملعب، بيغطي شريف اكرامي، لا قابله من بره، اتزحلق، كان في بدلك. عموما مش عارف والله اقول لكم. يعني ارحب بضيوف الكرام، اهلا بيكم مره. شفت المباراه ازاي؟ هزيمه ما كانتش متوقعه خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه احنا ابتدينا الشوط وزي ما كنا متوقعين، النادي المقاولين هيبقى مقفل المساحات، بيلعب مدافع بيحترم النادي الاهلي ويلعب على المرتدات، ما عملش اكتر من كده. الشوط الاولاني تقريبا ما راحوش لشريف تقريبا خالص يعني. الشوط الثاني زي ما حضرتك تفضلت كان النادي الاهلي الافضل، راح باكتر من كوره، في كوره الوليد، في كرة لشريف في آخر دقيقة، مروان، أحمد الشيخ، في أكتر من فرصة يعني. كان ممكن في واحدة لوليد سليمان، كريم نجبد راح معدي وراح لعبها بالعرض، وليد سليمان بدل ما يشوطها لو لمها وخده الراجل بيتزحلق وخده، اللي شاطها جت في سمير أعتقد. فالنهارده فرق معاك إن أكتر من لاعب ما كانش في حالته. الحاجة الثانية تحس ان الفرقه بدنيا واعيين، لدرجه ان في اخر في دقيقه 94 4 5 المقاولين رايحين على اثنين من النادي الاهلي. يعني المفروض سرعه الارتداد تبقى من النادي الاهلي. بدنيا واضح ان هم واعيين، فدي تركه جمهور النادي الاهلي لازم يبقى عارف كويس قوي ان الراجل ده سايب تركه، اعتقد انها تركه سيئه للغايه. سواء هو او الراجل بتاع الاحمال سايبين تركه. ارجو لجمهورنا العظيم يصبر على فرقته، لان واضح جدا كمان ان هناك اخطاء في قلبي الدفاع. يعني كوليبالي دي طبعا يعني ما جايب الاخ كارترون، يعني في كل ماتش في مشكله عاملها. الجول ده لو في تمرينه ممرن سيرد باك، ما اعتقدش ابدا انها تيجي في النادي الاهلي بالشكل ده. صعب يعني. انا لو بمرن راس حربه على سرد باك، كره غريبه وعجيبه، ودي مش اول مره. وبعدين هو زعلان من الانتقادات اللي جايه له. انا ما اعرفش الانتقادات دي يعني بناء على ايه. مع انتقادات لان الجمهور شايف الاخطاء القاتله اللي بتصدر منه. فطبعا دي حاجه. وطبعا النهارده العناصر اللي هي بتشكل لك دايما خطوره، وليد سليمان النهارده بذل جهد كبير جدا، لكن مش في حالته. هشام محمد مش في حالته، في عشان مش في مكانه وليد سليمان. بس برضه مش في حالته، انما هو اكتر واحد بذل جهد، بيبذل جهد لحد اخر دقيقه. لكن تحس ان هو يعني حتى الكرات الثابته، الكورنر، الفاولات، الحاجات اللي هو كان مميز بيها النهارده مش في حالته. كريم نجم النهارده انا بحييه الحقيقه، عمل جيم كويس قوي على غير المتوقع، بيلعب في مكان غير مكانه، ولكن الحقيقه ادى جيم كويس. وبرده ناصر ماهر ادى الشوط ونص الى حد ما معقول. احمد الشيخ كبدايه انا شايف ان هو كبدايه جيده جدا في حاله السوء اللي كان عليها الفريق. اعتقد انه يعني بدنيا طبعا نمره واحد كانت واضحه جدا. الحاجة الثانية اللعيبة ما فيش تركيز، يعني عدم التركيز ده يعني ما تعرفش فيه ايه. دي لازم يبقى في وقفة مع الجهاز الفني مع اللاعبين. وبعدين برضو في لعيبة لما بتحس ان انا ما فيش بديل ليا، يعني قلبي الدفاع انا حاسس ان انا ما فيش بديل ليا. فالنهارده كوليبالي وسعد
اخطاء قاتله. حتى سعد برضه الشوط الاولاني كان فيه اخطاء يعني بلم الكوره بلمها غلط. يا سعد انت راجل دولي، ما ينفعش ان انا ابقى. وبعدين حتى في الكورنر في مرتين لو حطيتها بدماغك جول تيجي جول، وكان بيجيبها وكنت بتجيبها وكان بيجيبها. ايه اللي جرى؟ ايه اللي جرى؟ لازم يا سعد يبقى ادائي غير كده. شوف الكره فين، مش عايزه تخش. الى جانب برضه في حاجات خفيفه كده، فاولات وحاجات خفيفه كده. يعني الاخ سوستا النهارده المفروض يطرد من اول نص ساعه، فاولات بالجمله وزحلقات بالجمله، فين وفين؟ راح مديله انذار في الاخر، اخر الماتش. طب العنف ده اللي كان موجود من بدايه الماتش، والاخ اللي بيتولى اداره المباراه جريشه بيحسب فاولات وهميه وبيدي فاولات وهميه. مش الحكم، احنا ما بنقولش ان الحكم هو سبب الاداء، لكن برضه في حاجات صغيره كده احنا نفهمها كشغلنا في الكوره. فاولات ملهاش اي لازمه، تبص تلاقي حاسبها. مروان طالع بيلعب الكوره بدماغه، الراجل ما لمس الراجل. ناصر ماهر بياخد الكوره. هشام محمد الراجل شايل رجليه ما حسبهاش فاول، شايط رجليه شايل القصبه ما حسبهاش فاول بول. خلينا هنرجع نتكلم في الحالات التحكيميه، نتكلم برضو بعد ما اسمع كابتن حماده في راي هذه المباراه الغير متوقعه اطلاقا. شايف ايه ممكن يعني نبرر الهزيمه ازاي؟ مش عارف. لا يا بص، يعني المقاولين طبعا مبروك. دي الكوره دي يا كابتن حماده عايزك تعالى عليها بعد ما تفضل. اول حاجه اقول لك على دي على طول، هاتها سمير من الاول. تمركز خاطئ من الاثنين قلب الدفاع. سعد سمير بعيد قوي، يعني هو فاول بيتلعب من عمق الملعب، مش المفروض يبقى فين عمق الملعب؟ لازم الاربعه قافلين. يعني ايه الثقه الزايده اللي انت تفتح الملعب وتخلي واحد على واحد؟ والراجل في بطء سليف كولوبالي في التغطيه، تمركزه خاطئ. حتى وانا ماسك الخصم في كرة زي دي لازم احطه في صدري. سعد سمير فتح قوي لبره، ايمن اشرف بعيد قوي، لفاول كرة ثابته. يعني مش كرة متحركه بالزبط. او انت مضروب كنت بتهاجم ومره واحده جت كرة مرتده عليك. الكوره ثابته. بص الاربعه واقفين ازاي، هاتها عيد تاني كده، اقف. بص الاربعه واقفين ازاي، لازم الاربعه يبقوا قافلين الملعب طبعا. سعد سمير قافل الملعب على الاقل اثنين مساكين يا كابتن، على الاقل الاثنين مساكين. الباك ده اللي هناك اليمين ده كان لازم يخش جوه كريم، ويبقى عندنا واحد زياده عامل العمق الدفاعي. دي كوره يعني تمركز سيء بتاع يعني صعب جدا. سايبين اثنين ضد اثنين كنادي اهلي بالظبط. لكن انا بقول لك النهارده المقاولين بدا مباراه تنظيم دفاعي كويس جدا، وكان بيعتمد على المرتد كله. الخطوره كلها بتاع الطار اللي في العارضه مرتد، بتاعت لويس ادوارد المرتد، الكره ديت في فاول كره ثابته بتروح لك. يعني هم شكلوا خطوره بالكره الثابته، وفي نفس الوقت قفل مفاتيح لعبك بشكل كبير جدا. في اكتر من لعيب النهارده خارج الفورمه، بعيد خالص عن مستواه. يعني اكتر من لعيب ولاعيبه مهمه زي وليد سليمان بره الفورمه خالص، ناصر ماهر شويه بعيد. انت النهارده مش يعني عايز ترجع احمد الشيخ برضو كان شويه نوعا ما بعيد. زي ما قال الكابتن كريم نيدفيد هو كان اخطر لعيب او اللي بيشكل خطوره في الناحيه الهجوميه. احنا الناحيه الهجوميه عندنا النهارده كلها عشوائيه، يعني مش في التنظيم والتحركات اللي بدون كوره والدخول وخلق المساحه. النادي الاهلي النهارده ما عرفش يخلق مساحه للعب. مقاولين قفل دفاعات كويس بشكل كويس. عندنا بطء في التحضير، بناء الهجمه من قلب الدفاع من ورا، والاثنين الديفندر اللي قدامهم في بطء شديد في التحضير في الكوره. ده ادى طبعا للهزيمه، وكنت ممكن يجي فيك اكتر من هدف النهارده. بعد الهدف انت ما ضيعتش، يعني انت ما فيش فرصه حقيقيه اقدر اقول لك النادي الاهلي ضيعها. يعني ما جدناش واحده زي طاهر انفراد، ما جاتش. كل الحاجات جايه نص فرصه، يعني بتاعت اللي بالعرض الوليد، الكوره الثابته لسعد، حاجات مفيش فرص حقيقيه انت النهارده تقول انا ضيعت هدف. انت ما ضيعش حاجه خالص. النهارده المقاولين بيلعب زون ديفنس، بيلعب جيم دفاعي قوي جدا، وبيشتغل على السرعات. الكلام اللي احنا قلناه قبل المباراه اللي هو هيشتغل على السرعات من ادوارد، من طاهر، نزول احمد علي. طبعا ده راجل هو شغلته داخل ال 18 بيشتغل ازاي؟ بيشتغل بقوه داخل ال 18، بيعرف يقف امتى، يعرف يبقى محطه جيده للناس اللي بتيجي من تحت. التغطيه، الوقفات الدفاعيه بتاعت النادي الاهلي دفاعات سيئه في كل الكور، يعني الطرفين بيطيروا، مساحات موجوده،
قلنا هيشتغلوا عليها بطاهر وادوارد واشتغلوا عليها بشكل كويس جدا. فلا لا النادي الاهلي ما يستحقش يكسب يعني. المقاولين جيم دفاعي هو بيلعب على كده. التكتيك اللي حطه عماد النحاس لعيبه نفذه بشكل كبير جدا بنسبه 90% بشكل كويس. وطبيعي بتلعب قدام النادي الاهلي لازم العب جيم دفاعي اقفل مساحاتي. انا عارف خطوره وليد، عارف خطوره الشيخ، عارف خطوره. طبعا التغيير الاولاني طبعا ده تغيير يمكن عمل مشكله شويه. صلاح محسن في الدقيقه 8 بيخرج في اصابه عضليه ثاني. ده زي ما قال الكابتن ده بنكمل المسلسل بتاع الاصابات العضليه اللي لازم نشوف لها حل. لازم في يعني تحليل للي بيحصل في الاحمال والحاجات دي، بس مش من محمد، هي متراكمه من اول السنه. اكيد اكيد. كلمتك يا بلال سالتك سؤال كان محدد، قلت لك عندنا مشاكل في العمق الدفاعي ممكن يوسف يعالجها ازاي في الاربع ايام دول. قلت لي ممكن يتكلم مع اللعيبه وممكن يعالج الاخطاء الدفاعيه وممكن ممكن ممكن نفس اخذنا اسطنبل الهدف اللي بتدخل فيه. بص، في اهداف بتبقى اخطاء من اللعيب نفسه، وفي اخطاء وفي اهداف بتبقى اخطاء تنظيميه داخل الملعب. انا شايف الخطا ده خطا تنظيمي يعني. خطا تنظيمي، وقفه اللعيبه في الملعب زي ما الكباتن الكبار اتكلموا. ما ينفعش يبقى انا بلعب اثنين ستوبر كره من نص ملعب فوق من نص ملعب على زاويه من الزوايا والاثنين بينهم وبين بعض حوالي 30 متر. صعبه جدا في كره القدم، مش موجود. احنا دايما اتعلمنا في كره القدم، انا ما كنتش بلعب سيرد باك، بس انا اعرفه هو في واحد سيرد باك كابتن والتاني يعني لما بتلعب باثنين ستوبرين اثنين مساكين واحد بيمسك والتاني بيغطي بيعمل عمليه التغطيه، لان وارد جدا 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 ان يعني الفرود هو اللي بيتحرك في الاول. بالزبط. الفرود هو اللي بياخد الستارت الاولاني. فزي ما احمد علي كده بالظبط، هو اللي خد ستارت. لو اتعبت الكره في العمق خلاص انت عندك مساحه كبيره تقدر تعمل كل حاجه فيها. بالزبط. تقدر تستلم لبره، تقدر تستلم لجوه، يقدر كمان يحطها لواحد لو حد جاي من بص المساحه كبيره. احنا مش شايفين اصلا كوليبالي في الكادر يعني. انت لو الاعاده بس جت من زاويه ثانيه مختلفه لو سمير يجيب هات الاعاده سمير لو سمحت من الزاويه الخلفيه بتاعت العكسيه. بص يا جماعه بس استنى بص المسافه ما بين سعد سمير وكوليبالي قد ايه يا جماعه؟ انت بتتكلم في 20 30 متر يعني. اي فرود في العالم هيتحرك نفس التحرك بتاع احمد علي طبعا يعني بطبيعه الحال. طبعا سنده صغيره جول على طول. فالنهارده التحرك كمان حتى بص كمان الاثنين اللي واقفين قدام سعد سمير ارجع بالكوره كده يا سمير. الفاول ده كان في وقت ان احنا نقف يعني. الكوره مرمى على جنب يا ميدو، الكوره مرمى على جنب مفيش ممكن نرجع تاني. ده فاول. بص فاول كره فاول. انا عارف انا هتلعب بسرعه نص ملعب. هتلعب بسرعه يا كابتن. بس انت تلعب بسرعه، انت كل انت واقف لعيبتك واقفه كمان في نص. الاثنين اللي واقفين قدام سعد سمير ماسكين مين؟ مش ماسكين حد. ده بطبيعه الحال واحد ينزل منه ويمسك الفرق محمد طاهر وسعد سمير ياخر نفسه يا كابتن. حتى يا بلال حتى في الطبيعي حتى لو الكوره شغاله وماشيه دي مش وقفتنا. دي مش وقفه اثنين مش وقفه اثنين استوبرين. انا اهم حاجه عندي ان انا احمي عمق الجون بتاعي. دي ناس انا اسف يا كابتن، دي وقفه ناس بيلعبوا وراهم ليبرو. مش وقفت حد كده، مش وقفت والله ولا ليبرو حتى. لا وقفت اثنين وراهم واحد ليبرو واقف بيغطي هو العمق بتاع النص. دي رقم واحد. رقم اثنين، يمكن احنا اتكلمنا في بدايه المباراه على التشكيل بتاعه النادي الاهلي، وكان عندي كومنت ان احمد الشيخ بيلعب هو ناحيه اليمين ووليد سليمان بيلعب ناحيه الشمال. دايما وقلنا ان كل مدير فني بيحاول يختار او حاول يطلع الافضل من كل لعيب موجود عنده في الملعب. انا كنت شايف ان وليد سليمان هو يلعب ناحيه الرايت يا كابتن. تمام، هيقدر يستغل السرعات بتاعته، هيقدر يعمل الحته اللي هو بيعملها ويشوط العدله بتاعته اللي هو خلاص بقاله فتره بيلعب. احمد الشيخ كان ممكن يلعب الناحيه الثانيه، بيلعب هو في كوره كويسه، مهاراته الفرديه معقوله، يقدر يلعب ما بين مع زمايله داخل الملعب. ودي نقطه برده اثرت على الهجوم بتاع النادي الاهلي. عندك خلل كبير جدا في الهجوم. طبعا الهجوم بتاعك النهارده ما كانش موجود على الاطلاق. حتى كمان احنا اتكلمنا قلنا الاثنين النهارده لو فايقين هيفوقوا النادي الاهلي، لو مش فايقين هيبقى النادي الاهلي حالته سيئه. احمد الشيخ ونصر ماهر النهارده، احمد الشيخ ونصر ماهر مش عايز اقول ان هم وحشين، بس عايز اقول ان الاثنين مع بعض يعني الهجوم بتاعك لما يكون اربع لعيبه فيهم اثنين بقى لهم فتره كبيره ما بيلعبوش كتير على فرق كتير النهارده فعلا على فرق هيبقى صعب جدا كمان واحد. بس احمد الشيخ بصراحه يعني انا كنت شايف ان هو ادى دوره النهارده. كان لعيب عندك بيمسك كوره، انت بتادي دورك وبيعمل سلو باس. بص انت دورك بتقيسه على احتياجك للمباراه، على قيمه المباراه بتاعتك. مش دورك بقيسه ان انا بمسك الكوره وبباصي وبلعب واروح وباجي يعني. كان دوري لازم يكون فعال. الثلاثه اللي قدام مفيش واحد صنع جول، مفيش واحد صوب على المرمى تصويبتين خطر جدا نقول ان احنا هم مثلا التصويبات دي كان ممكن في وقت من الاوقات تتسجل هدف. هو ده الدور الطبيعي للثلاثه المهاجمين. انا بلعب 4 2 3 1 عشان الثلاثه اللي قدام كل واحد فيهم يصنع هدف، كل واحد فيهم يحاول على المرمى اكتر من مباراه. انت النادي الاهلي قيمه النادي الاهلي بتتمثل في امكانيات اللعيبه اللي موجوده عندك داخل ارضيه الملعب. ما ينفعش يبقى انا قيمه النادي الاهلي بقول ان انا بصيت كام باصه حلوه، لعبت كام كره بالعرض. انا بكلمك في المتاح وانا بكلمك في طبيعه الاداء. تمام،
برضه اللي يمكن الشوط الثاني كان احنا شفنا تفوق للنادي الاهلي في بدايه الشوط الثاني، شفنا سيطره للنادي الاهلي في الشوط الثاني، شفنا ان في يعني ويك بوينت موجود عند نادي المقاولين ناحيه الشمال ناحيه حسن الشامي، كان ممكن نزود الحته الجرعه عليها دي ونستغل الحته دي بشكل جيد جدا. وكنت شايف يا كابتن ان التغييره الثانيه دي كانت ممكن تكون محمد شريف، كان ممكن هو راس الحربه الثاني، طالما ان انا ابتديت افتح عرض الملعب، طالما ابتديت ان انا العب الكرات العرضيه يبقى لازم يكون عندي اثنين في قلب ال 18 اقدر استغل الكرات العرضيه. لكن احنا برضو يمكن كابتن محمد يوسف كان له وجهه نظر مختلفه شويه، فهو نزل طلع ناصر ماهر ونزل اسلام محارم، تمام. يمكن كانت هي نفس طريقه اللعب، ما تغيرناش شويه، ما تغيرش الاداء، الايقاع ما تغيرش، برضو فضلنا بمرام محسن في نص ملعب ودي في ال 18 لوحده، ودي يمكن برضو اثرت شويه على ادائنا الهجومي. تمام. يعني كابتن عادل، تغييرات كابتن محمد يوسف اللي اجراها النهارده زي ما بلال بيقول كان المفروض محمد شريف تبقى تغييره ثانيه. هو طبعا كان في تغيير اضطراري بخروج محسن صلاح محسن، نزل مكانه مروان، يعني لعب بالمتاح قدامه. التغييره الثانيه طلع ناصر ماهر، شفت ناصر ماهر كان المفروض يطلع، كان المفروض يستنى، كان المفروض يدخل شريف زي ما بلال بيقول. معلش مع احمد بقول يعني النهارده لما يكون ناصر ماهر ما لعبش بقاله فتره واحمد الشيخ ما لعبش بقاله فتره، المفروض الناس اللي هي بتلعب بصفه مستديمه هي اللي تشيل الاثنين دول. النهارده احنا شايفين احمد الشيخ معظم ادائه كان الكرات اللي جات له كلها كانت بتشكل خطوره ناحيه اليمين مع كريم ندري. مع كريم ندري عامل جبهه كويسه. عاملين جبهه كويسه جدا. وعمل تمريرات لخمسه راح ولعبها بالعرض واكثر من كوره، لكن الوضع الطبيعي ان اللي يشيل احمد الشيخ مروان منتخب مصر. مروان النهارده غير موجود. غير موجود. لا اشتراك ولا استلام ولا تحرك. مروان ما تعودناش منه كده. مروان راس حربه شرس. كل كره مشارك فيها، كل كره طالع واخدها، ما فيش خالص لا استلام ولا تسليم ولا تحركات، ومسلم نفسه للراجل مديله ظهره، مستسلم مدي ظهره للجول والراجل السرد باك في ظهره. فين التحركات اللي بالعرض؟ وفين التحركات على ال 18؟ ما كانتش موجوده. ناصر ماهر الشوط الاولاني بذل جهد قوي جدا. النهارده وليد سليمان حقيقه كلنا كنا متوقعين منه اداء افضل من كده، لكن الراجل بذل اقصى جهد عنده لكن مش موفق. فدي حاجه تتحسب له، يعني ممكن انا النهارده بيديني جهد 8 من 10 بس مش موفق. الحاجه الثانيه في حاجه يعني سوء بخت غير طبيعي. في الدقيقة 8 كلنا متعشمين ان صلاح محسن هيبقى الورقة الرابحة وهيبقى فيه ثغرات. اه بالظبط بالظبط. بيتعور في الدقيقة 8 يعني حاجة دي بقى يعني توفيق وعدم توفيق. كورة وليد اللي في العارضة، كورة نيدفيد اللي اتعملت لوليد، يعني وكذلك انت بتلاعب فرقة بتدافع بال 11، يعني الراجل الافريقي لويس تعرف كان بيلعب ايه؟ كان بيلعب في ال 75 متر. يعني هو بيهاجم كسرعه مرتده ويرتد ورا الباك، عشان كده عماد النحاس غيره علشان خلاص مجهوده خلص. كابتن حضرتك اتكلمت في نقطه مهمه جدا في بدايه كلامنا، انت قلت الحاله البدنيه بتاعتنا ما كانتش مأهلانا ان احنا نعمل ارتداد بسرعه من الحاله الهجوميه للحاله الدفاعيه، بس انا عايز افكر حضرتك بحاجه، انت عندك السرعات اللي كانت موجوده بعد الهدف اللي دخل فينا ما كانتش تسمح لنا ان احنا نعمل الارتداد بسرعه. السرعات وليست الحاله البدنيه. السرعات وليست الحاله البدنيه، اكيد طبعا حضرتك ادرى مني. لا السرعات الموجوده ما كانتش تخلينا نعرف نجاري سرعات المقاولين في الارتداد. في حاجه انا لو بدنيا واقف على حيلي كره مشتركه محدش ياخدها مني. تمام، انا بتكلم على الارتداد. انما انا كل كره المسافه البعيده دي كل كره مشتركه المقاولين دايس حتى فيها خشونه شويه وفيها عنف زياده شويه. طب انا طالما في خشونه وفي عنف طب انا برضو التحم برجوله واخد الكوره. لازم اكون لكن انا وانا الفعل. المفروض اخد الكوره انا اتمني بدنيا ما اناش قادر. وبعدين تبص تلاقي مروان بيروح يضغط تروح ملعوبه للباك رايت او ملعوبه للباك ليفت. طب فين الضغط هنا؟ ومين المفروض يعمل الضغط؟ المفروض احنا اللي نعمل الضغط. مظبوط. مش المقاولين اللي تعمل الضغط. هو البدايه احنا الشوط الاولاني كانوا بيضغطوا من تحت ومع ذلك كنا بناخدها، بس بناخدها في مساحه ال 10 متر
تتلعبش لقدام. انا بتكلم يا كابتن يعني ان لما بدانا نضغط بعد الهدف عشان نعوض بدات تضغط بلاعيبه كتير جدا. اللعيبه دي فيها احمد الشيخ، فيها اسلام محارب بعد ما نزل، فيها وليد سليمان اللي بقى مجهد، فيها هشام محمد، وفيها طبعا مروان. الحاله البدنيه بتاعتهم خلاص شويه، نفس الكلام سرعتهم مش هتجاري فريق المقاولين اللي هم بيعمل الارتداد اللي هو بيلعب عليه عماد النحاس اساسا اللي حضرتك كلمت فيه على اللعبه دي، اللي هو سرعه التحول من الحاله الهجوميه لحاله الدفاع، الحاله الدفاع لحاله الهجوميه، وكانوا عملوها كويس قوي. بس الهدف اللي جه فيك مش لا لا لا، بعد الهدف لما كان بعد الهدف، بعد ما راحوا 4-1 و 5-2 من 85 ل 95 ده طبيعي، ده طبيعي. كابتن ميدو من 95 خلي سمير يجيب لنا الجول، لان انا لاحظت حاجه في منتهى الخطوره. قول لي ممكن يعيدها لنا؟ هيعيدها. الكره الفاول بول اتعملت كوليبالي طبعا المفروض ان هو كان يحط الراجل في دوره زي ما الكابتن حماده والكابتن بلال قال، يبقى حطه في صدره وما يلفش بيه. لو تبص لو حصل واحمد علي واحمد علي استلم الكوره وما لفش، هتبص تلاقي فيه 3-0 رايحين على ال 18، ما فيش ولا فانيلا حمراء. طب ازاي الكلام ده؟ شايف؟ لا هو لو ما لعبهاش هتلاقي فيه مش عارف طاهر اظن مكمل، وبعدين 3-3 فين كريم ندفد؟ مفروض سعد سمير ما يبقاش هو وكوليبالي 2-2 في الحته دي. ازاي الكلام ده؟ يا اما كريم يضم يبقى مع الراجل، يا اما طبيعي حسام الكره من العمق لازم الاربعه. انا بتكلم فيه. انا بتكلم في كده يا كابتن. سيدي يا سيدي انت شوف كريم يا كابتن، ده على الاقل 2 يا كابتن حماده. لا شوف دي حاجه بصراحه، حاله صعبه جدا. راح فين؟ حاله صعبه جدا. الباك ده لازم يبقى في دين كويس، يعني انا بتكلم حتى لو احنا واقفين وحش يعني على الاقل 2 بس، الاثنين اللي هم الاثنين مساكين يبقوا واقفين ظهر الجول بتاعك، ما يبقاش 2-2 بالظبط. وبعدين هنا حسام وهشام المفروض انا ببقى على 18 هنا في الحته دي، زميلي انا متوقع نسبه الغلط ولو 5% 10% انا المفروض ابقى هنا تمام، ما يبقاش الوضع ده 3-8. بس يا كابتن خطا فردي من سليف كوليبالي، بس يعني انا بحمل جزء كبير جدا طبعاً من الهدف. لا ده 100% واحد ضد واحد هو يعني. برضو يعني هو طبعا خطا اكيد، بس يعني هو اتزحلق يعني عشان بس نتكلم. هو طبعا بص دي، بص الزحلقه بتاعت رجليه الشمال الثابته دي ايوه أي. يعني بس هو دخلته ومقابلته للراجل، وكان ممكن ياخد خطوه، كان ممكن يكشفه الاوفسايد اصلا يا بلال. الوقفه، بص يا عبد الرحمن، الوقفه نفسها بتاعت اللعيبه غلط، هتجبرك انك ما تلعبش كوره زي كده بالظبط، هتجبر اللي بيلعب الفاول يا كابتن ما يلعبش كوره زي كده. يا كابتن بلال الوقفه نفسها بتاعت اللعيبه صح، بس يا كابتن بلال الكوره وهي بتتلعب انا معايا راس حربه، انا لو خدت خطوه وخطاها بدماغي ما خلوش ياخدها، انا اللي هو خد الكره اتلعبت يا كابتن في مساحه. أيوة عشان احمد علي يزقه، لان احمد علي سريع يا كابتن. انا بمرن الناس الكره الراجل ده قبل ما يلمها اكون واخد انا خطوه، ما يبقاش هو في اتجاه الجول وانا اللي بره، انا اخده لبره يعني، هو راس الحربه ده ما يبقاش على الجول كده، ابقى انا اللي قدامه هنا وخليه هو لبره. قطع اسرع من لا يا كابتن، انت عارف يا كابتن حماده من الاول خالص يعني، قطع بسرعه بس قطع بسرعه. احمد علي هو اصلا واخده من بره يا كابتن. أيوة هو احمد علي واخده من بره ودخل بيه لجوه، يعني بص يا كابتن هو واخده من بره ودخل بيه لجوه، والكره ملعوبه في المستوى، في المستوى الارضي، الكره مش ملعوبه عاليه يعني، الكره في 3 اصفر رايحين فين يا كابتن بلال؟ شوف 3 اصفر رايحين فين؟ والاحمر والاحمر كام؟ 4-5-6-7-8 لا صح، فرق كتير. فرق كتير طبعا، فرق كتير جدا جدا. مركز دفاعي سيء من الاربعه، من الاربعه طبعا يا كابتن، بعيد جدا الاربعه بعيد يعني يا كابتن حماده. اكيد ماتشات كتير وانتوا بتلعبوا واحنا بنلعب واي جيل بيلعب، كان الاهلي بيحتاج جول، كان بيجي في الدقيقه 90 في الوقت الضايع، لكن ما كانش بيجي فيه جوال. لكن دلوقتي المشكله ان انت بيجي فيك جوال وعايز تعوض، دي المشكله الكبيره جدا. عندك مشكله كبيره جدا في الحاله الدفاعيه يا كابتن حماده. هي بص طبعا في مشكله كبيره في الدفاع الجماعي بتاع التيم كله، مش هقول على الاربعه ولا ورا او قلب الدفاع، انا بقول الحاله الدفاعيه، الحاله الدفاعيه كلها بتاعت النادي الاهلي مش كويسه. في التماسك الدفاعي اللي كان موجود زمان في النادي الاهلي مش موجود، في مساحات بتقدر اي فرقه بتقدر تلعب بتشتغل في مساحات كثيره جدا موجوده في بالاطراف في عمق الملعب بالذات، يعني بيستلموا كويس جدا. المقاولين كان بيستلم، كان هو ماسك استحوذ على نص الملعب، كان الاثنين الديفندر بتوع النادي الاهلي يمكن راجعين شويه لورا، الكره الثانيه على طول واخدها المقاولين. اول ما الكره الثانيه بياخدها الفرقه الثانيه يبقى الفريق ده واقف صح، ده مركزه جيد، في مساحه كبيره جدا لما الكره تطلع لمروان، لما ابتدينا نشتغل الكره الطويله ما حدش تحت مروان بياخد، يعني الكره الثانيه اللي انت المفروض تاخدها، لو هم كان خطوطهم كلها قريبه من بعض، احنا كانت خطوط النادي الاهلي بعيده شويه. يعني حتى وليد النهارده بره الفورمه، يعني وليد من اللعيبه
اللي هي كانت عامله فارق كبير جدا في مع انا لازم ادي لوليد عذر بصراحه، عذر لازم ادي له عذر ان هو اصلا العب يا وليد صنع العاب حاضر، العب وليد ناحيه اليمين حاضر، بيجيد فينا كابتن حماده، هو وليد بيجيد فينا كابتن حماده، بيلعب عن الوينج رايت بتاعه ناحيه اليمين عشان يبقى على عدلته ناحيه الشمال، يعرف يشوط، يعرف يخترق، يعرف يجيب الجوال، يعرف يكمل فيرود تاني، يعني هو زمان بالظبط النادي الاهلي بتلاقي عنده الحلول الكتيره، حلول الاطراف، الباكين بيعملوا لك حلول، الوينجين بيخشوا جوه يخلقوا مساحات، ده مش موجود خالص النهارده، بتلاقي الشغل من العمق، بتلاقي بتعرف تخترق من العمق بشكل كويس جدا. النهارده بقى اللعب اتقلب في الاخر كرة طويله، كرة طويله وحاجات كلها انديفيدوال، الحاجات كلها واقف زي ما تقول 11 لعيب يعني 10 لعيبه كلها ورا الكوره، وعندهم السرعات الاطراف، اول ما بيقطع الكوره بيشتغل على السرعات في المساحه الكبيره. المجهود البدني دوت ده طبيعي يبقى موجود في النادي الاهلي، بيعمل مجهود بدني كبير جدا، ليه؟ طول الوقت انت الكره بتاعتك بتحاول تستخلص الكره وعايز تهاجم بكل خطوطك، في نفس الوقت عايز ترتد بسرعه، لكن المقاولين بيشتغل في مساحه صغيره، اللي بيعمل مجهود زي ما حضرتك قلت يا كابتن لويس الاطراف عشان بيعمل ال 70 متر دي في الدفاع والهجوم، فعشان كده ابتدى يغير حتى في الاطراف، يعني الشامي الشامي الشيمي في نص الملعب، هو زود كمان لعيب في نص الملعب اللي هو ابو هاب لما نزل، ده اساسا مدافع، فحطه كمان زود الكثافه العدديه في الناحيه الدفاعيه، وده هو شاف يعني رؤيه كويسه من عماد النحاس. عماد النحاس مشى الماتش زي ما هو متخيل، زي ما هو عايز، زي السيناريو اللي هو كان حاطه في دماغه، انا هعمل كذا وبعد كده انزل احمد علي، انزل كريم، ابدا استغل سرعات اللعيبه على الجهود اللي عندك ايجابيه. طب كل تغييرات سرعه ده السيناريو حتى لو تغييراته عماد النحاس اكيد محضر اثنين سيناريو يعني السيناريو الاول عايز يلعب على السرعات اللي موجوده عند اللعيبه اللي بتلعب قدام عنده، وبعد كده قلنا هينزل احمد علي الشوط الثاني عشان يبقى محطه بالنسبه له، نزل طبعا كريم مصطفى برضه ويعمل ريفرشمنت للعيبه للاعب اللي هو لطريقه اللعب وللعيبه اللي موجوده. يعني النهارده هو نزل كريم مصطفى. محمد يوسف ابلال قال ايه في المؤتمر الصحفي، ونرجع نكمل معاك ومع الساده المشاهدين، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني طبعا كره القدم فيها كل شيء وارد، احنا بنمر بظروف صعبه النهارده، انا شايف ان احنا ادينا جيم كنتيجه طبعا سيئه لان خسرنا من كره يمكن وحيده المقاولين العرب، لكن معظم الجيم احنا متسيدين الموقف، لكن في النهايه كره القدم بتحسب بالنتيجه. اهدرنا طبعا اكتر من فرصه خصوصا الشوط الثاني، قدرنا ان احنا نسرع الريتم الشوط الثاني افضل كتير من الشوط الاولاني، رغم الاستحواذ في الشوطين كان لينا، بس الشوط الثاني كان فيه استحواذ ايجابي اكتر، قدرنا ان احنا نروح بفرصه شريف، بفرصه نيدفيد اللي عدى بيها من الجنب، كانت تطلع احسن من كده وممكن كان نقدر نحرز بيها، لكن في النهايه بتتعامل مع النتيجه. ما عملناش طبعا في الظروف الصعبه اللي احنا فيها، خارجين من بطولتين قبل كده، النهارده بتخسر في الدوري مباراه، ما عملناش غير ان احنا نشتغل نبذل اقصى ما في وسعنا، اكبر فرقه في العالم بتعدي بكبوات، النادي الاهلي نادي كبير ونادي بطل، والنادي المفروض ان احنا كلمت اللعيبه كمان ان احنا نقف في المواقف القويه دي او المواقف الصعبه دي، لازم نقف فيها ولازم يبقى عندنا شخصيه اقوى من كده، لان الشخصيه القويه هي اللي بتبان في المواقف الصعبه. هارد لك لينا، لكن انا شايف الاداء افضل بكتير من قبل كده، لكن طبعا في النتيجه لما بتتحسب او لما بتطلع خسران خلاص، يعني في النهايه خسرت، لكن كاداء النهارده انا شايف ان احنا افضل كتير من قبل كده. وهل شايف دلوقتي منافسه على بطوله الدوري اتصعبت بعد الزمالك ماشي كويس والاهلي يتعصب بالشكل ده في اول مباراه بعد العوده من بطوله افريقيا وبطوله عربيه؟ لو انا بدات بالجزء الاخير بتاعك، لا طبعا بطوله الدوري لسه طويله واحنا لسه فيها حظوظ او لينا حظوظ فيها قويه جدا، ما يجبش ان احنا طبعا نتكلم خالص على البطوله او بطوله الدوري، لسه بدري ونقدر نلم نفسنا تاني، دي نقطة. النقطة التانية طبعا النهاردة كان في عناصر زي ما انت بتقول، احمد الشيخ، نصر ماهر، صلاح محسن،
يعني انا وجهة نظري طبعا ان احنا كنا لازم نضخ دم او نضخ لعيبة صغيرة في السن تقدر تحط رتم اسرع بالنسبة للفرقة. يمكن صلاح محسن بعد 5 دقايق اشتكى من اصابة عنده خرج على اثارها، حس بالعضلة الضمة وطلب التغيير. فده كان وجهة نظري ان انا احط الشيخ، احط ناصر بقاله فترة ما كانش بياخد، صلاح كنت بأمل ان هو يشتغل او يقدمنا دور كبير جدا مع الثلاثي اللي هو الشيخ وناصر ووليد سليمان وتكملة هشام، يكمل عليهم حس يعمل زيادة عددية على الرباعي الامامي. لكن يعني بالنسبة لصلاح اتصاب، فطبعا لعبنا بمروان، ده الغرض بس من البدايات او البداية، او بدأت ببعض اللعيبة اللي هي ممكن بقى لها فترة او بقى لها عايز اقول يعني محتاجين ياخدوا فرصة. كابتن هارد لك، وعايز اسألك سؤال، هو ممكن تكون مشكلة الاهلي دلوقتي اللعيبة ممكن يكون عندهم ضغوط نفسية او بيعانوا نفسيا من بعد نهاية الفترة، هل ده ليه تأثير على لعيبة الاهلي لغاية دلوقتي؟ انا شايف النهارده الماتش كان فرصة بس لا طبعا اكيد في بعض التأثير. لما يعني تخرج من بطولتين في 5 أيام أو 6 أيام، بطولة كانت حلم كبير إذا كان بطولة أفريقيا أو بطولة عربية، بطولة برضو كنا، لأن أي بطولة أنت بتخش فيها بيبقى عندك الهدف أن أنت تفوز بيها، فدي عاملة تأثير، عاملة فقدان للثقة شوية. ورغم ذلك يمكن أنا اتكلمت معاهم وحضرتهم نفسيا الثلاث أيام اللي هما بعد مباراة الوصل، الثقة بترجع من الأداء. يعني ممكن النتيجة طبعا يعني النتيجة لما تكون إيجابية بتبقى أحسن، لكن أنا بقول إن هم لسه في فقدان للثقة حتى لو جزء، وده باين. ما عندناش غير الشغل، ما قدامكش غير ان انت تشتغل، ما قدامكش ان انت غير تبذل مجهود مع اللعيبه، ما قدامناش غير حاجه ان احنا هي الشغل. اكبر فرق في العالم ريال مدريد وبرشلونه ومانشستر، كل الفرق عدت بفترات فيها كبوات وفيها تراجع في الترتيب، عملوا ايه؟ بيشتغلوا دايما، كل يوم جديد اكيد ان انت تبذل مجهود اكتر، وان انت توقف لعيبتك اكتر على رجليها، سواء من الناحيه البدنيه والناحيه التكتيكيه والناحيه الفنيه. الناحيه النفسيه مهمه جدا، لازم تدعمهم ولازم تبقى في ظهرهم، ما عندناش حل غير كده. واكيد يعني زي ما انا بقول النادي الاهلي نادي كبير، واحنا بنقدر نقف على رجلينا حتى لو الظروف الصعبه دي زي ما انت بتقول كده يعني قويه شويه. خلاص، شكرا. ده كان الصحفي والكلام اللي اتكلمه محمد يوسف بلال، بيتكلم ان هو مفيش في ايده ان هو يعمل حاجه خالص غير ان هو يتكلم اللعيبه نفسيا ويحفزهم معنويا علشان يفوقوا بسرعه، وبيطمن الناس ان الدنيا. لكن طبعا اكيد الناس قلقانه والناس زعلانه جدا، احنا زعلانين جدا يعني، احنا عايزين اساسا نقوم نمشي اصلا. فيعني الله يكون في عون الجماهير طبعا. لكن اكيد الناس، بص اكيد الناس زعلانه والجمهور زعلان، لكن هو قال انت عندك حل، انت بتشتغل يعني. انت اي فرقه في العالم بتمر طبعا اكيد بكبوات، وضع طبيعي جدا. كان الكابتن قال وكابتن عادل اتكلم، كابتن حمد اتكلم، ان في حاجات بتبقى حاجات سابقه خلاص من المدير الفني السابق، طريقه شغل، تحضير بدني، شغل فني داخل الملعب، اللعيبه اللي بتختارها عشان تلعب، في حاجات كتيره جدا طبعا دي اكيد هتاثر، وهتاثر معاك كمان مباراه واثنين وثلاثه كابتن جايين، لسه مش النهارده بس، لا ممكن تاثر معاك مباراه جايه واللي بعديها واللي بعديها، عشان تقدر الفرقه يمكن
تاخد او تتاقلم او تبتدي تتعود تمام على الطريقه بتاعه كابتن محمد يوسف وطريقه لعبه والتكتيك بتاعه، لان كل واحد حتى انا كنت يعني مدرب عام او مساعد مدرب، عشان برضو في تساؤلات ممكن يقول لك طب انا مدرب عام كان ليا دور، لا المدير الفني هو صاحب القرار الاول والاخير في كل حاجه، وصاحب القرار الاول والاخير في الاختيارات في التشكيل في كل حاجه. ممكن المدرب العام يبقى دوره استشاري في الحته دي، انا اعتقد يا كابتن ده كلام، ده الكلام اللي بيحصل يعني فاهم. فممكن الفرقه تاخد شويه وقت كمان عشان هم تتاقلم على طريقه اللعب الجديده، وده وضع طبيعي جدا. لكن انا كنا بنتكلم على عماد النحاس وطريقه اللعب اللي لعب بيها، قلنا ان هو اكيد مقسم المباراه لاثنين سنين، عمل اللي هو عايزه عمل اللي هو عايزه بصراحه، هو يعني وفق بشكل كبير جدا كمان بالزبط. انت برضو زي ما الكباتن اتكلموا، احنا نقصنا برضو تغييره من بدايه اللقاء يا كابتن، الدقيقه 7 و8 نقصتك تغييره، كان ممكن تكون تغييره هجوميه الشوط من بدايه الشوط الثاني. برضو كابتن يوسف يمكن التغييره شويه او التغييرتين الاخر شويه بتاعت ناصر ماهر واسلام محارب يمكن اتكلمنا عليهم. ناصر ماهر انا كنت شايف ان محمد شريف يكون هو اللاعب رقم اساسي، وكنت شايف ان الشريف من بدايه المباراه ان يكون له دور، واحمد الشيخ مثلا ينزل من بدايه الشوط الثاني، عمل مباراه جيده احمد الشيخ نوعا ما، في حدود برضه اللياقه البدنيه، في حدود حضوره في المباريات. انت كل اللعيب بتقيسه برضه على حسب هو لعب قد ايه، انت مش هتقيس احمد الشيخ كانه لعيب بيلعب اساسي بقاله فتره كبيره جدا، الراجل لسه برضه بقاله فتره كبيره بيلعب، فانت مباراه في حدود الامكانيات وده وضع طبيعي. احنا بس بنقول طبعا مبروك لكابتن عماد النحاس ابنك النادي الاهلي تمام. وارد جدا يحصل في كره القدم الكلام ده، وارد جدا ان ما تبقاش موفق النهارده، ولكن كل اللي احنا النهارده الحاجه الوحيده اللي احنا مش يعني انا مش حاببها عن نفسي، السبيريت اللي موجوده بتاعت الروح بتاعت النادي الاهلي برضه غايبه النهارده عن المباراه. النهارده المفترض لحد الدقيقه 90 و95 بتلعب ان انت ازاي تجيب جول، انك تهدد مرمى الخصم، انك انت دايما حريص انك تكون تكسب، حتى لو ما كسبتش حريص انك تتعادل. الحته دي برضه لسه مش موجوده عند اللعيبه، محتاجه عامل الحافز يزيد اكتر عند اللعيبه، محتاجه اجتماعات كتيره جدا، محتاجه دور كبير للعيبه الصغيرين داخل اللعيبه الكبار داخل الملعب، محتاج برضه دور مجهود كبير جدا من كابتن يوسف والجهاز الفني وكابتن سيد عبد الحفيظ للعيبه، لان المشوار صعب جدا. واحنا اتكلمنا قبل الاستوديو قلنا ان عندك 7 مباريات مؤجله والخصم بتاعك بيكسب، فانت عليك ضغط نفسي كبير جدا على اللعيبه وعلى المدير الفني وعلى كل وعلى الجهاز ككل، عندك ادوار كبيره جدا لازم تعملها. فربنا يكون في عون طبعا الكابتن يوسف والجهاز الفني، لان الدور صعب جدا والموقف صعب جدا على النادي الاهلي. هو للاسف يعني للاسف البطل دايما تبقى اعذاره بالنسبه لجماهيره غير مقبوله، للاسف الشديد البطل بحجم نادي كبير جدا زي النادي الاهلي اعذاره الجماهير بتتقبلها بصعوبه جدا يا كابتن، ولا حضرتك مش معايا؟ لا مش معاك، لان هو جمهور النادي الاهلي اتعود دايما في مره من المرات كان الفرق بين النادي الاهلي وبين الفريق المنافس 13 بونت والنادي الاهلي خد الدوري. طب انت النهارده لاعب 7 مباريات عندك 11 نقطه. لو لعبت ال6 ماتشات المنافس بتاعك المتصدر لاعب 13 مباراه. لو انت اخذت ال6 ماتشات اللي جايين هيبقى بينك وبينه 3 نقاط. هيبقى بينك وبينه ب3 نقاط وفي بينك وبينه مباراه. الماتشين بتوعك. فانا مش عايز برضو ايه يعني ايه اهول قوي. جمهور النادي الاهلي عارف ومتعود جدا ان فرقته بترجع بسرعه. لا انا ما بقولش بيفقدوا الامل، بقول لا يتقبلوا الاعذار، هم عايزين فرقتهم دايما. احنا قلنا معاك قبل كده وقلنا مع الكابتن سيد اللي سبب تصدر النادي الاهلي للبطولات على مدى تاريخه ان جمهوره مش بيصبر وعنده ثقه في لاعبته وثقه في ادارته وثقه في الجهاز الفني بتاعه. ولذلك يعني الجمهور برضه الواعي عارف كويس قوي انه الراجل اللي كان موجود المدير الفني، وانا اسف ان انا يعني بذكره يعني زي ما قلت كابتن حماد يمكن قبل الفاصل كنا بنقول الراجل ده حتى الناس اللي هم كان المفروض يجهزهم مش جاهزين. يعني انا بلعب مباراه النهارده، بكره الناس اللي ما لعبتش ابقى عامل لها محضر لها مباراه علشان اجهزهم. احنا قلنا الكلام ده في كذا استوديو قبل كده وقلنا لما شفنا الماتشات اللي ابتدى يستعين بالبدلاء ما كانوا بره الفورمه خالص. فالراجل ما كانش بجهاز، هو بس المشكله ان هو احنا قلناها قبل الماتش. الحاجه الثانيه برضو اللي غايبه كابتن حماده عن كابتن بلال كابتن ميدو عن انا راجل مدير فني جاي للنادي الاهلي مش جاي معايا حد، انا الراجل بتاع الاحمال انا راجل فرنسي وانا جاي وليا سمعتي وليا اسمي، لكن واضح ان هو قليل. انا كان المفروض ان انا الراجل بتاع الاحمال يبقى انا جايبه معايا من فرنسا او من اي حد انا بثق فيه علشان وهو بيشتغل اعرف اقيمه، انما انت ما بتقيمش. النهارده صلاح محسن عنده 20 سنه ضمه ازاي؟ على راي الكابتن رفعت الله يرحمه الف رحمه كان يقول انا لو هشوط الرصيف ما يجيليش ضمه لا يجيلي شد ولا مزق. بص يا كابتن عموما حته الاصابات دي في جزء على اللعيبه عموما
اتفضل يا كابتن عايز كام يعني عموما يعني كل... احنا مستنيين الدنيا ومستنيين اكيد ضم يا كابتن في كل الفرق اكيد في فرق في حاجه هتحصل قريب جدا كابتن عادل كلمنا فيها كتير الاحمال دي كابتن عادل انا بشكرك شكرا جزيلا شكرا كابتن كابتن حماده بشكرك شكرا جزيلا شكرا كابتن بلال شكرك جدا بشكرك شكرا جزيلا عايز تقول حاجه لا لا خلاص نطلع فاصل هنشوف من خلاله الكابتن عماد النحاس قال ايه في المؤتمر الصحفي عشان نستقبل كابتن احمد عوده في الحالات التحكيميه. اقول الحمد لله طبعا مكسب كبير بنكمل بيه بقى المشوار اللي احنا بدأناه في 5 ماتش لينا 4 فوز و1 تعادل كسبنا فريق كبير طبعا للاهلي. دلوقتي بقيت اهلاوي قبل الماتش كنت طبعا مقاولين انا صعبان عليها جدا النادي الاهلي. ولكن انا متاكد انه هيطلع من الحاله دي ان شاء الله. الناس اللي شغالين في النادي عندنا ثقه كبيره ان نطلع من الحاله اللي هم فيها ان شاء الله. الماتش كان صعب بدانا الحمد لله الشوط الاولاني كويس. من خلال التغييرات واقتناع اللعيبه ان انت لما توصل للجون تعرف تجيب جون استغلنا الحاله اللي فيها النادي الاهلي كويس ذاكرنا الماتش الحمد لله كويس. يمكن الهدف متاخر في الدقيقه 81 لاحمد علي وده فيه الحمد لله توفيق كبير وفي شغل كبير. قدرنا ان احنا نكسب بطل الدوري وبطل افريقيا. واحسن فريق في بالنسبه لي في العالم بس شكرا العزيزه المحكمة. في اسئله ولا خلاص توقع الله هذا انا بقول لك ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى يعني احنا كان يهمنا ان احنا ما نعملش اخطاء ما يجيش فينا جوان وانا عارف ان كل ما الوقت بيتاخر النادي الاهلي ما يجيبش جول تقدر ان انت تعرف تجيب جون يعني. تويت نزول احمد علي كان بالنسبه لنا مهم يعني يمكن لويس تاني ماتش بالنسبه لنا مش هو في حالته اللي هي في 3 ماتشات اللي قبل كده فكان بالنسبه لنا اول تغيير طلعت بيبذل مجهود عالي جدا بدنيا قوي جدا طاهر نفس الكلام. احمد هو اكتر حد يلعب على الجون فيرود كراس حربه راس حربه يعني راجع بعد اصابه كان عندنا ظروف في الماتش اللي فاتت بدانا بيه واخد اكتر من تقريبا 65 او 70 دقيقه احرز لنا برده هدف النهارده برده احرز هدف عنده دوافع شخصيه فاضل له هدف يبقى الهداف التاريخي النادي المولي العرب فدي بالنسبه له عامله له دوافع انه يشتغل على طول عايز يرجع المنتخب مره ثانيه فبقول الحمد لله ان انت تكون موفق ان انت تختار التغيير في الوقت المناسب والتغيير ان هو ياتي بثماره فده طبعا بالنسبه لنا حاجه محترمه يعني. ازاي حضرتك قدرت تتخرج من الفريق؟ هي نفسيه هو الموضوع كان نفسي مش اكتر يعني الحمد لله في حاجات في الملعب تنظيم وخلاف ولكن برضو المجموعه الكبيره اللي موجوده قدرت تساعدنا بشكل كبير يعني الخبرات اللي موجوده في الملعب قدرت تساعدنا بشكل كبير يعني كان شويه تنظيم في الملعب على الروح اللي موجوده من اول ما بدانا دلوقتي بدا اللعيب يصدق نفسه انه يقدر يكسب وانه يقدر يكمل ويواصل المكسب يعني اكيد لا يعني النادي الاهلي النهارده مش يعني في الوقت الحالي مش في حالته طبعا برضو طلوع من افريقيا صعب جدا الموسم الثاني على التوالي خروج من البطوله العربيه فبالنسبه لنا هو سلاح ذو حدين يعني كان وارد النادي الاهلي لو جاب جون ودخل في اللعب تلاقي الموضوع بالنسبه لنا صعب وده اللي احنا كنا بنفكر فيه كويس جدا ان انت زي ما قلت لك تمشي الماتش على قد ما تقدر لصفر صفر هو ده اللي كان بالنسبه لنا مهم يعني فانا بقول الحمد لله خدنا 3 بوينت بالنسبه لنا في توقيت مهم جدا النهارده احنا الحمد لله 5 الدوري وهدفنا ان شاء الله ان احنا نكمل اشكرك شكرا جزيلا لا حطينا كنا حاطين كل الحلول كان معانا اكتر من تشكيل وانا عارف ان في حلول في الجزء الهجومي فده كان اللي بالنسبه لنا عامل قلق لكن انا اتكلمت على كل اللعيبه وحطيت كمان مواصفات كل اللعيبه يعني حطيت اللعيب في صوره كامله عن كمان اللي انا عارفه عن لعيبه النادي الاهلي فحطيت كل الاحتمالات لوجود اللعيبه وجود نيدفيد كان اكيد هيبقى موجود لانه اخر ماتشين هو اللي بيلعب خط الدفاع ما فيش فيه تغيير بعد اصابه الشناوي اكيد اكرامي اللي موجود نص الملعب كنت حاطط حسام عاشور مع هشام محمد الاختلاف بس في بدايه ناصر وانا كنت اتكلمت كويس برضه على ناصر وعارف بيشتغل ازاي وليد سليمان بس هو انه يقعد اسلام ويبتدي
الشيخ، لكن برضه كنت حاطط احتمالات ان الشيخ يبتدي، وصلاح محسن كنت حاطط احتمالات ما بين صلاح وما بين مروان، وشرحت للعيبه المميزات اللي عندنا والمميزات اللي عندنا. اهلا بحضراتكم من جديد. ده كان كلام عماد النحاس في المؤتمر الصحفي. طبعا عماد النحاس ابن من ابناء النادي الاهلي، وياما خد معاه بطولات وياما خد معاه انجازات، عشان كده هو زعلان جدا هو بيتكلم. بس هو في كلمه يعني طبعا انا باخدها عليك يا عمده، الاهلي النادي الاهلي ما ينفعش يصعب على حد، ده النادي الاهلي، النادي الاهلي احنا زعلانين كلنا وهنموت من جوانا، ومش عايز اقول لك يعني، والجماهير طبعا انا حاسس بيهم جدا لان احنا خلاص دلوقتي حد من الجماهير. لكن انت النادي الاهلي، انت لما تيجي تتكلم يعني لو عملت ايه، حتى لو خسرت 3 4 بطوله دوري على افريقيا، على انت برضو نادي الاهلي، انت فرق بينك وبين الناس سنوات ضوئيه. الحفله اللي معموله دي والناس اللي عمالين يتكلموا عن النادي الاهلي، احنا لو اتكلمنا يعني ممكن ننامكم تحت السرير اساسا، بس احنا بنحترم نفسنا، فما تخلوناش نطلع اللي انتم مش عايزين تسمعوه. يعني مش عايزين نتكلم بقى، ومش عايزين يعني كل واحد يعني يعرف حجمه، كل واحد يعرف هو فين، وكل واحد يعرف النادي الاهلي ايه. النادي الاهلي حاجه كبيره جدا يا جماعه، النادي الاهلي طول عمرك بتحاول تجيبه ومش عارف، مش عايز اتكلم يعني، مش عارف توصل له اساسا، فمش عايزين نتكلم، مش عايزين نتكلم. لكن جماهير النادي الاهلي انتوا راسكم مرفوعه فوق قوي قوي، يعني راسكم اساسا ممكن يعني تطلع في السماء من كتر البطولات انتوا واخدينها. حاله حزن، احنا زعلانين عشان احنا ما بنعرفش نسيب بطوله بس، لكن عادي جدا، وان شاء الله هنرجع، وان شاء الله هنركب، وان شاء الله هنركب زي الاول كمان، وانت اساسا كده كده راكب بمراحل يعني. انا اسف يا كابتن، انا برحب بيك كابتن احمد عوده، طبعا حكمنا الدولي السابق منور الدنيا، ربنا يبارك فيك. انا اسف يعني، بس يعني حاله بصراحه تزعل. الحالات التحكيميه النهارده وجهاد جريشه شفته ازاي؟ والله هنقول جهاد جريش، هو نقول الاول طاقم التحكيم ولا نقول جهاد جريش؟ زي ما انت عايز. طاقم التحكيم طبعا كان حكم ساحه جهاد جريشه، محمود ابو الرجال مساعد اول، حكم دولي طبعا، سمير جمال مساعد ثاني وحكم دولي ايضا، احمد عبد الله حكم رابع، احمد حمدي حكم اضافي اول، وصبح العمران حكم اضافي ثاني. الحقيقه انا شايف ان التحكيم النهارده جهاد من افضل المباريات اللي عملها للامانه، يعني النهارده الاهلي ما خسرش بالتحكيم ولا حالات، كان في حاجات مؤثره في المباراه اثرت على اداء على النتيجه بالنسبه للتحكيم، واحنا هنشوف برضو بعض الحالات. تمام كده، انا شايف ان جهاد كان قريب من كل كوره، التحرك كان كويس جدا، فرض شخصيته، كان قراراته اغلبها صحيحه، فطبعا في اخطاء ولكن اخطاء ضعيفه واحنا ممكن نشوفها. يلا مع كابتن عوده يا سلام. نشوف الحاله الاولانيه. اللعبه دي مجلي، الحقيقه دي فيها تهور، فيها تهور، بس دخلته داخله ازاي، كان فيها جزء من شيء من التهور، وانا شايف ان دي بالاضافه لركله حره مباشره انه لازم كان ينظر فيها، ياخد انذار، ياخد انذار فيها. يعني ده من وجهه نظري. نشوف الحاله الثانيه، الحاله الثانيه ده سوستا اعتقد مع ناصر ماهر. نشوف دي ما فيهاش، دي ما فيهاش انذار برضه. لا هي هو لاعب على الكوره، انا شايف انها أوكي. يعني بس هو اللي خد الكوره ناصر، بس خلي بال حضرتك هو اللي خد الكوره، بس تمام. في حاجه بقى هنا احنا بندي انذار هنا، ما هو ياخد الكوره في حاله بروسنج اتاك، تمام، يكون في هجمه واحده، الهجمه دي ما كانتش واحده يعني، دي كانت بص في لعيبه ثانيه هتشترك فيها وكده، ما كانش في مساحه قدامك ان انت تروح بيها وتعمل هجمه خطر او تعمل هجمه. بص حضرتك بقى بالمقاولين ولا على الخطوط، مش هدي فيها، انا شايف انها ما فيهاش يعني أوكي. شايف انها فاول بس يعني، تمام. ما فيهاش او ما فيهاش العنف اللي هي تستحق اللي هو الانذار، تمام، تقول الانذار، لكن تمام. انا بتفق معاه فيها في انها ركله حره مباشره بدون انذار. نشوف اللعبه اللي بعديها. اللعبه دي طبعا واضح انها اللعبه دي حوالي 3 مرات. ما هي بقى اللي انا عايز اتكلم فيها هنا. هي طبعا التسلل واضح، وهي واضحه مش لعبه صعبه بالنسبه للمساعد، لكن اللي انا بنقول فيها بالنسبه لجهاد، كان يجب ان هو يحذر اللاعب بعد ما الكوره هو صفر، اللاعب بعدها هو صفر، اهو نشوف كده، نمشي هو صفر بعدها، اللاعب شاط الكوره
كان لازم يحذره هنا. لما تتكرر بقى تاني كان لازم يخفى انذار. هو جه عملها في الشوط الثاني وكان يجب ان ينذر لان نفس اللاعب وتكرار الخطا. هي الاصرار على مخالفه قانون اللعبه ده قرار هي في القانون كده الاصرار على مخالفه قانون اللعبه. نشوف اللعبه دي. انا شايف ان اللعبه دي ما فيهاش حاجه. تمام. ناصر ماهر حاول يعدى والتاني حط جسمه. تمام. فده التحام طبيعي. ما فيهاش حاجه. انا شايف ما فيهاش حاجه وما فيهاش برضو انذار ما فيهاش سيموليشن يعني عشان برضو نتكلم للحقيقه. اهي نشوفها تاني اهي. تمام. ما فيهاش اي حاجه ما فيهاش لا سيموليشن ولا فيها ولعبه طبيعيه جدا وما فيهاش اي حاجه. ماشي. تمام. قرار الحكم سليم وبرضو لازم نجيبها تاني. هنلاقي جهاد كان قريب جدا من اللعبه ديت ودي كان تمركز رائع منه. يعني لو نفتح الكاميرا كده نشوف هنلاقي. ايوه شوف بص التمركز بتاعه فين. بص حاجه نموذجيه. تمام. الحقيقه. تمام. اتفضل اللعبه اللي بعديها. نشوف اللعبه دي تاني. نشوفها. بص بقى هنا الفرق بين اللعبه دي واللعبه اللي قبل كده. بص حضرتك اللعبه اللي ديت فيها جزء من التهور وعلى جسم اللاعب وعلى رجل اللاعب. واضح. فهي دي بقى مش حكايه بقى برومسنج اتاك ولا غيره لا. تمام. هي فيها خشونه زايده شويه تقول للتهور. تمام. فمستحق انذار. تمام. صحيح. تمام. نشوف بقى اللعبه ديت. دي من خطا كبير جدا جدا لجهاد جريشه هنا. انا معاك الحقيقه اللعبه ديت هي طبعا لازم نشوفها تاني. نشوفها تاني من البدايه. نشوفها تاني. هي طبعا اللاعب مصر ان هو يمسكه من الفانيلا. اذا الاصرار على مخالفه قانون اللعبه. تمام. ماشي. يستحق انذار بس. لازم كان يديها تحت فرصه يلعبها انفراد. طب هو ما انا مش عارفين هو صفر يا كابتن بعد الكوره سبقته. هو صفر بعد الكوره ولا اثناء الشد؟ اثناء هو شد مره والثانيه فقال لك خلاص اللاعب هيقع بالظبط. فالصفاره كانت طلعت منه يعني قبل ما يباصي طاهر الكوره. هو كان لازم يدي تحت الفرصه. بالظبط. ما انا ما هتفرق يا كابتن عوده. هتفرق ان هو جريشه لا 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 ما اداهاش. ما اعتقدش ان هو اداها. هي طبعا الصفاره ما بنسمعهاش لكن هو سنس التحكيم هنا اما لقاها المره الاولانيه فيها شد والمره الثانيه فيها شد فقال لك اما صفر بقى. قال لك اللاعب كده قبل الباص. بالظبط كده قبل الباص. بالظبط كده. ف طب الحقيقة يعني مكان. هي دي طبعا دي خطا. ده خطا كبير عليه يعني. خطا. هي ده اكبر خطا ليه في المباراه. هو عامل مباراه جيده جدا 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 ولكن اللعبه دي وباسم جهاد كان لازم يتأنى وحتى لو صفر متاخر ايه المشكله يعني. انا دايما حكام الاجانب لا مش باينه برده. مش باين برده كل ده مش باين. لا على فكره ما كانش لسه متهيألي صفر. لا انا اعتقد هو صفر هنا في تاني مره هنا. لو صفر هنا لو انا اعتقد ان هو بعد الشده الاولانيه في شده تانية يعني. هي في لعبتين ورا بعض. فين يا سمير انت شايفه؟ فين يا سمير؟ يا سمير الحكم مش باين. فهو فين يا سمير الحكم انت شايفه؟ يعني انا وجهه نظري ان هو ساب الشده الاولانيه ولما لقاه مصر على الثانيه فصفر وبعدين ما شافش بقى انها راحه. ما هو لو صفر قبل الباص يبقى معذور. لو صفر بعد الباص يبقى لا. ما هو لا ما كده 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 يلام فيها. اوكي. يعني هي الصفاره هنا او هنا احنا بنقول للحكم لازم تصبر وصفر متاخر يا سيدي. ما انت بتدي لك ما احنا بيدي لك 3 ثواني ان انت تستنى الحدث وبعدين بعد كده تصفر. اهو صفر. لا سمعنا ثاني كده يا سمير عشان الكابتن عوده يسمع. اهي صفر. بص في الثانيه في الثانيه مع الثانيه. بالظبط كده. بالظبط كده. زي ما انا قلت زي ما انا توقعت. الحقيقه هو اداء كان عالي جدا بس اللعبه دي من يعني اكتر لعبه تنزله في الدرجه. هو اعتذر كمان على فكره. هو اعتذر. هو بس هو الحقيقه اداء مميز النهارده بالنسبه للحكم. لكن الاهلي هو اللي بس هو ادى فاول للمقاولين على 18 كان صعب قوي. احمد علي عمل فيه لا دي خبره لاعب. انا هقول لحضرتك حاجه. دي خبره لاعب واظهرها. يعني دي ذكاء لاعب وخبرته هي اللي خلاها. والتاني هو اللاعب الاهلي هو اللي ما كانش ذكي معايا فيه. لكن انا بتكلم عن التحكيم كان اداء عالي. معلش بعيدا عن الاهلي النهارده. الاهلي النهارده انا بتفق مع الكابتن حماده صدقي والكابتن بلال كانوا بيقولوا ان هو الاهلي النهارده ما كانش في حالته خالص ولا يستحق الفوز. معلش نتكلم
انا ماليش دعوه طبعا يا استاذ، لا 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 بس انا انا بالنسبه لي بقول ان التحكيم لم يؤثر لا لا خالص على الاطلاق، والتحكيم كان اداء كويس جدا من المباريات العاليه اللي اثرتش على مجرى المباراه بالظبط كده. لا لا الاهلي يعني انا بصراحه برضو مش شايف ان هو يستحق الهزيمه، لكن هو كان في تقصير في الشوط الاول، كان في تقصير بعد الهدف، ودي طبعا خبرات لعيبه وانا صغيرة. اعتقد ان عماد النحاس لعب على الناحيه النفسيه بالنسبه للنادي الاهلي. عماد لعب عمل سيناريو كده والظروف ساعدته فيه. ايوه معاك، بس النادي الاهلي طبعاً هو لعب على الحته النفسيه. النادي أكيد الاهلي خسر مباراتين ورا بعض، مباراتين في حدثين مهمين جدا جدا أكيد. فالنفسيه ما اعتقدش انها كانت منخفضه جدا اكيد على الجانب النفسي. اكيد كابتن محمد عوده حكمنا الدولي، احمد عوده اسف كابتن احمد عوده حكمنا الدولي، نورت الدنيا. ربنا يخليك، شكرا جدا. الله يكرمك، شكرا جدا لك خبراتك التحكيميه اللي دايما بنستفيد بيها. الله يبارك فيك، انا متشكر جدا. شكرا جدا كابتن. دي كانت نهاية فقرتنا. هارد لك نادي الأهلي، مبروك لنادي المقاولين وكابتن عماد النحاس. إن شاء الله الأهلي يرجع بسرعة جدا. نورتوني وشرفتوني، مع ألف سلامة.